productions? Indication? شو counter indications هذه من الحاجات اللي ممكن تجي as a short disease ممكن تجي كMCQs اني احط لك indication واقول لك accept. طيب بالنسبة ابى اعرف وش هو الانلي، ايش الفرق ما بين انلي وانلي، ايش الفرق ما بين ايش هو البورسلين فينير، ايش هو الفول كراون، ايش هو الثري كوارتر كراون، ايش هو البورسلين فيوز تو ميتال كراون، وايش هو البورسلين جاكيت كراون، ايش الفيكس بريدج، ايش الريزن بوندد بريدج. من الحاجات الحلوه اللي انا احب احملها في الاساس في ال في الام سي كيوز اور ريجاردينج ذا اكزام، ذا سمثينج اي وونت تو بوت ذا اكزام generalize as much as you can. Because sometimes you didn't read a certain subject. If I'm going to concentrate just in one subject, maybe this is the only subject you didn't read it, and you have a very bad luck. So that's why when I bring the exam will be general. La mu superficial. Yani from everywhere. From everywhere. Okay. المعلومات اللي أنا بقول لكم هذه you have to know. ايش هو what is the crown؟ اوكي هذا سؤال. اوكي شرحنا ايش هو الابوتمنت، ايش هو الريتينرز، what is the bontic and what is the connectors, and this is something I'm expecting everyone to know it. Even in the last exam I can print what is the component of fixed partial tensions. What is the component؟ غالبا ما بستخدم bridge. كلمه bridge لو سالتني في الامتحان ايش هو fixed partial tension هقول لك bridge. But the terminology حقه fixed partial tensions. خلاص؟ ايش الكومبوننت حقتها؟ هذه من الحاجات المهمة وثلاثة تعتبر سهل. Retainer, pontic, connectors. طبعا في حاجة اسمها substructure or middle framework. ترى في مصيبة. ها؟ في مصيبة. ايش؟ في مصيبة. ليش؟ انه في سؤال انا سألت في الكلاس اللي فات دحين ماني فاهمه ثاني وابغى اسأله ثاني. ايش هو؟ ايش الفرق بين الريتينر والسبستراكشر؟ طيب. السبستراكشرز هذا لو جالك طيب لو جالكم السيز حط له بس اربعة. دحين اول شيء كانت ريتينر كونكتر وابتمنت. دحين سبستراكشرز. يا الله احمد ما تعرف تسكت. خلاص؟ دحين في حاجة اسمها ميتال. اي بريدج يتكون ما بين substructures اللي هو substructure اللي هو في الثلاثة دول. substructure ممكن يكون سيراميك، ممكن يكون ميتال، ممكن يكون زيركونيا. substructure اللي هو الشيء اللي انا هغطيه بالبورسلين. لو عندي هذا substructure يكون كذا مثلا. خلاص؟ هذا يكون مصنوع من حديد. اوكي ايوه او الحين بيستخدم سيراميك. السيراميك حناخده ان شاء الله المهم هتاخده بيوتيرا معايا السنه الجايه ان شاء الله. فهذا السيراميك كمان بيوتيرا بيوتيرا السيراميك هتاخدوه السنه الجايه. يعني حاولنا نخفف عليكم بدل ما يكون اللون كله سنة. طب ليش في الجراف محطوط البوينت على نفس الاصفر اللي محطوط على الاصفر؟ هذا عشان دي مغطى بورسلين فبيقول لك هنا السبستراكشرز. ايوه شكرا. طيب ايش هي الكومبوننت؟ شرحناها. طبعا ايش الخطوات؟ طبعا هذه ما فيها بوينت زي ما قلت لكم في التكست ما اقدر احط لك بوينت انها ممكن تختلف من واحد لواحد. بس ايش هي السيكونس؟ ممكن يعني هذا سؤال دوب جاب بالي لو ريتنا حطيته. ايش السيكونس حقت الفيكس؟ هل ممكن اجيبه هو في الفاينل؟ السيكونس مثلا ممكن احط لك سيكونس شيب جايد بريب. يا هذا مو جاي؟ ما ادري. لا قلت يا ريتك حطيته. السيكونس ما جبتها بس ممكن اجيب لك التعريفات. اوكي بس السيكونس سؤال حلو يعني السنة الجاية. أكتب يا سميرة. الفاينل. طول أسئلة السنة الجاية. السيكونس حقت ال ال ال
أول شيء الشيت جايد. هنا أهم شيء تعرف إيش هو الشيت جايد، إيش هي التوث بريبريشنز، إيش هي الريتينشن آد، إيش الجينجيفال ريتراكشن تيشو مانجمنت، هي عبارة عن إيش الفاينل إمبريشنز، إيش يبين لي، عبارة عن إيش البايت ريجستريشنز، إيش هي، إيش هي أوبن أو كلوزد بايت، البروفيشنال ها ستيف مكتوب اوبن بايت او كلوز، اذا مو مهم عادي مو مهم. لا شلوك الساعه كم ده؟ الساعه 10 و12 الساعه 10 ونص لا 10 البايت الاوبن بايت دحين لما اخذ البايت ممكن اخذها ككلوز بايت، يعني احط حاجه ما بين الاسنان واقول للمريض قفل اسنانك كامله، هذا الطبيعي خلاص. مريض ما عنده اسنان خلاص، فحاخذها على اوبن بايت، يعني ممكن اخذ البايت في حاجة اسمها، ما أبغى أخشك في الديتيل، في يعني حاجة في اسمها CR، فتأخذها المريض يكون ما هو قافل أسنانه كلها على بعضها، ده إنه ما في أسنان، أيوة إنه ما في أسنان أو أسنان قليل، أو أنا بأخذ على CR حقتي، يعني أنا حبرد أسنان المريض كله، في أسنان بس بردتها كلها، فأنا حأخذها على open bite، ما حأخذها على closed bite، خلاص، بأخذ العضة حقتي، أنا will guide المريض لposition في الاناتومي، احط الكوندايل حته عندي في حته معينه عشان اخذ البايت عشان اعمل له الاسنان والكوندايل، تعرف ايش هي الكوندايل؟ الكوندايل في الحته اللي انا ابغاها، فيصير للمريض كل مره ما يعض يكون الكوندايل في الحته اللي انا ابغاها، فاخذها بطريقه في الحته الصحيحه. ها يعني انت تقدر تعرف العضه من الكوندايل؟ لا بس في فرق ما بين العضه حقتك دحين والعضه حقتك لما تروح الاسنان. ايوه بس انت هتقدر تعرف حقتها بتغير، هتقدر تعرف